السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده في خبر سعيد جدا، وانا بصراحه يعني كمواطن مصري وعربي مسلم فرحان جدا جدا ان في دوله عربيه اسلاميه وصلت للمرحله دي. فيديو النهارده بخصوص أقوى جواز سفر في العالم، هنقول لسنة 2019. يا جماعة، أقوى جواز سفر في العالم لسنة 2019 أصبح لدولة الإمارات العربية المتحدة. ألف مبروك للشعب الإماراتي، وبصراحة يعني مبسوط جدا إن الباسبور بتاعهم أصبح يدخل أي دولة من دول العالم، حوالي 167 دولة بدون تأشيرة مسبقة، وده خبر يعني جميل جدا. فأصبح إن جواز الإمارات العربية المتحدة رقم واحد عالميا، وده خبر يسعدنا كلنا كعرب وكمسلمين، فحبيت يعني أقول الخبر دوت يعني. وألف مبروك للشعب الإماراتي، مبروك.